نروح للكاتب الصحفي الأستاذ محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. أهلا بك يا أستاذ محمود. مساء الخير أستاذ يوسف، مساء الخير على كل المشاهدين. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ أخبارك إيه؟ كله تمام والله الحمد لله، نكافح في سبيل الله. وماذا عن اللجان المتعلقة بحقوق الإنسان وهي جزء من المحور السياسي في الحوار الوطني؟ هو في الحقيقة لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني عندها يعني جدول أعمال مشغول جدا، وفي قضايا كثير جدا مطروحة عليها، وربما هم بدأوا بأهم قضية وهي قضية القضاء على التمييز، وده اللي ربما يعني تم إعلانه اليوم، وكان مسار يعني حديث طويل، خاصة وإنه القضاء على التمييز دي قضية كبيرة، وربما الدولة المصرية يعني بذلت فيها جهد كبير جدا، ربما يتطلب الآن مزيدا من التشريعات، مزيدا من الأفكار، إزاي ندمج فكرة التعايش والمواطنة بين الناس، ويبقى ده مسار عمل للناس كلها في مصر، ما يبقاش المسألة مقتصرة على الإرادة السياسية والتحرك من جانب الدولة، وخاصة وإنه في إنجازات تمت في هذا المجال كثيرة جدا، يمكن أبرزها إنه السيد الرئيس الآن يعني وضع تقليد رئاسي سنوي بزيارة الأقباط في الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد، وإنه بقى عندنا النهاردة قانون لبناء الكنائس، وبقى في اهتمام بالمهمشين، المناطق المهمشة سواء بالتنمية أو المناطق اللي كانت مهددة بالخطر وتم نقلها في مناطق آمنة، وده نوع كان آخر من التمييز بخلاف التمييز اللي ربما السياسيين مهتمين بيه، ولا التمييز على أساس الدين. فبالتالي أنت قدام يعني جهد كبير جدا قامت بيه الدولة، يحتاج إنه المجتمع يسير في نفس هذا المسار بنفس الطريقة، وهنا محتاجين من السياسيين ومن الخبراء ومن الزملاء الموجودين في اللجنة انه طالما ابتدينا بهذا الجهد فاحنا محتاجين بقى افكار ازاي ندمجها، وازاي تبقى يعني قواعد المواطنة موجودة واساس في الجمهورية الجديدة. طيب احيانا يكون التمييز ايجابيا، يعني زي بالظبط ما انه لقينا هناك تمييز ايجابي لصالح المرأة مثلا في البرلمان، تمييز ايجابي لصالح الشباب في البرلمان، او في المستقبل في الانتخابات بتاعت المحليات. تعتقد انه ايه هي الافكار اللازمة لتغيير نظرة المجتمع على الاساس النوعي الجندر؟ انا بشوف عملنا التمييز الايجابي الحمد لله، ولكن لازال هناك جانب لا بأس به على الاطلاق من هذا المجتمع ينظر نظرة غير متكاملة ومكتملة للمرأة. يعني انا يعني بحييك جدا على النقطه دي، لانه طالما اتكلمنا على تمييز ايجابي فهو في تمييز في اساسه مؤقت. بالظبط. مؤقت بمعنى ايه؟ مؤقت معانا انه هذه التجربه ممتده حتى يتحول المجتمع انه يتعود عليها. يعني فكره نسبه المراه طبعا ده مساله محتاجه جهد كبير جدا، ومحتاجه يعني نشاط كمان من المراه نفسها، انه المراه نفسها تبقى مقنعه للدوائر الانتخابيه بتاعتها انها تنتخبها، انه ما تراهنش كتير على التمييز والكوتا انها تستمر على طول، لا احنا محتاجين انه المسائل دي تبقى مرتبطه بان الاشخاص اللي تم اختيارهم وتم تجربتهم دول يستغلوا الفرصه اللي هم موجودين فيها عشان الناس تبقى مقتنعه بيهم وبادائهم فتنتخبهم مره اخرى. فدي النقطه اللي تتعلق بمن سيتم اختياره في مساله الكوتا او التمييز الايجابي. لانه التمييز الايجابي هنا يعني زي ما قلت لحضرتك مساله مؤقته، مش محتاج ان انت تقعد بيها سنوات طويله، لكن في مجتمعاتنا محتاجينها بالفعل سنوات طويله، لانه المجتمع محتاج انه يتغير، والتغيير ده بيبقى تغيير بيحتاج كثيرا من الجهد، ومحتاج مناهج تعليميه تتغير، محتاج ممارسات اجتماعيه كمان تتغير، محتاج انه الاعلام والدراما يدي للناس افكار، ويدي للناس اطروحات، ويدي للناس دراما فيها التعايش ده، ازاي ممكن نتعايش مع المساله دي. انه الاحزاب كمان تدينا كوادر، وانه يطلع من المجتمع المدني كوادر، وان الكوادر دي تكون مقنعه ما تنتظرش التمييز الايجابي بتاعها. والاقناع ده بيجي من العمل والممارسه، يعني محتاجين نشوف افكار على الارض، والافكار على الارض دي محتاجين نشوف من الاحزاب ومن الناس المشاركين في المجتمع المدني، يعني المشاركين في الحوار الوطني، افكار تصب في مصلحه المساله دي. بالتاكيد في تجارب كثيره، وانا يمكن من الناس اللي شايفه تجربه التحالف الوطني والجمعيات المنضويه فيها دي تجربه مهمه جدا يمكن البناء عليها، ويمكن ان احنا يعني ننظر ليها نظره اخرى، خاصه وان هي بتغذي ثقافه التطوع، وثقافه التطوع دي الاساس في العمل السياسي،
والاساس في اي عمل ممكن يعني اي شخص يخش فيه. احنا زمان كنا بنتكلم على ان المحليات هي المفرخه بتاعه القيادات السياسيه والقيادات اللي ممكن تدير اي او يبقى عندها خبره في التشريع وغيره انها تكون ممثله في المجالس النيابيه. في حالة أنه المحليات مش موجودة هنا بنعتمد على المجتمع المدني وبنعتمد على تجاربه. فالتجربة دي والتجربة بتاعت حياة كريمة أيضا الاثنين دول أكيد هم يقدروا يدونا الناس اللي احنا بندور عليها عشان تمارس العمل السياسي سواء بقى في المحليات أو في المجالس النيابية المختلفة. صحيح. فدول اللي احنا محتاجين نركز عليهم وأنه الخبرات اللي موجودة واللي اتشافت دي أن ننور عليها والناس تتم بيها وتشتغل معاها وتشوفها ونبقى ليها يعني نشاط بارز بيقدر الناس تنتخبهم على طول وما تنتظرش التمييز الايجابي. يعني التمييز الايجابي ممكن يكون عشان الثقافه الاجتماعيه محتاجينه شويه، لكن بعد كده محتاجين المجتمع نفسه يكون مقتنع بمرشحينه ومقتنع بالناس اللي بيروح ينتخبها سواء بقى رجل او مراه او شاب او غيره. اي حد ليه تمييز ايجابي محتاجين نشوفه على الارض ومحتاجين الناس تبقى مقتنعه بيه قبل ما تفكر في الكود. 100% مظبوط. انا بشكرك جدا الكاتب الصحفي الاستاذ محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.